اللعبة السابقة اللي هي جمعية جمعية جرب. جربان، نحيي كل اللاعبين اللي يسمعوا فينا وكل المستمعين خاصة في الخارج، واللي حاسة قاعدة تاخذ في متابعة كبيرة برشا جماعة. إن شاء الله أنتم كذلك يعطيكم الصحة لحد الآن. أنا شاعر نقول شكون الأصدقاء نتاعو قراوا برشا برشا ليه في الخدمة للدار، يشوفكم هكا برشا برشا ما نجموش برشا ما تجيش تسمي وتنسى وتنسى عباد وبرشا. عندك الحق والله اللي نعرفهم انا خونا نجيب ما يقرا بياسر معناها قوت معناها ايوه علاقه عائليه احنا علاقه كبيره ما حسب فاتت الصداقه حتى ما زوجي ما زوجتي انا ومنيا تو زوجته وكل ما انا اكثر من الاخوات اكثر من الاخوات ما فماش عيد مناسبه ما تتعجب اللي شفته شفته صحيح حتى في البريود الاخرانيه معناها نتاع مرض المرحوم انا شفت ديما موجود وعنده الشهيد شهيد في 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 في, في, في سويسرا فهمني شهيد النطاحي لسعد عمر ديما يتعاركوا في البيلوت شهيد النطاحي شهيد النطاحي يحبه ياسر معناها ونوجه له تحيه بالمناسبه هذه خصيصا من سويسرا خصيصا لخاطر عبد السلام المرحوم عبد السلام كازوز كان يقولوا مثلا صاحب ياسر حتى ايامات الدراسه معناها فهمني وكان يحب ياسر فهمني هو على كل هو محبوب ياسر اخونا عبد السلام محبوب ياسر الجميع محبوب عند الجميع فهمني حتى على الطريق مش على مستوى جرديس على مستوى وهذا اللي خلى لان البارح نحكي مع نبيل بشاوش قال لي مشيت ورا وفرحوا بينا برشا قلت له قال لي لا فرحه ما لا توصف معناها نوصلكم زاد المساج وقال لي سلم لنا على الناس كل العائله الكبيره والعائله الصغيره المرحوم لا يلزمنا نفرحوا بهم خاطر هم جوج ضيافه طاج جرديسي وضيافه عبد السلام كازوز مش شوف اذا كان عندنا مكالمات اميمه نجموا ناخذوها مع 75-58-100 نرجعوا بالنسبة كيفاش كان يقضي أوقات الفراغ متاعه بعد الخدمة البرة يا في الدار أشي يعمل في الدار كرة عنده تلفزه معينه ثمانيه طرفه صارت بين سبور من اللي يمكن من اول الدنيا من الاوائل اللي عامل البين سبور معناها الماتشوات هذه البطولة الليغا الإسبانية ويتفرج ياسر كورة سامحني صارت طرفة وقت في الدار علبيين وكل شيء ما تعرف كل واحد وكيفاش يتفرج واحد أفلام واحد برامج وثائقية وكل فازات هو يحب ديما يتفرج على الكورة وكل شيء مرة كوب دي موند ولا مش عارف شنو على تناقشنا في نهارتها ما مشى شرى التلفزه وبتاع بين قال لهم التلفزه كي ما يدور بها حد نحب نتفرج على التلفزه مش ما يقلقني حد هو ده هو اخويا انا تلفزتي وبين سبور وتو بيكلمني والله حليين حليين بصراحه الله يرحمه حليين تعرف ما انا نذكر كما قال اني كل مره نرجع الذكريات صدق ما انا وقتها قاعد كي طلعت صغير اني وقت طلعت صغير عمري 16 ونص بريسك فهمني مع عبد السلام كازوز اللاعب الاسطوره بالنسبه لي يعني. اول حاجه بالله على ذكر بالله نحب نشكر الاخويان اللي ساهموا في تنظيم الحفل الاربعينية عبد السلام كازوز الله يرحم والديهم والناس كله بارك الله فيهم وشكرا للجميع فهمني خاطر مجهود كبير ياسر ذكرتني انت بلطفي شو اسمه نبيل بشاوش هو اللي شكرنا احنا اللي يجي لي طريريسي واللي يجي على خاطر عبد السلام كازوز نشكروه ونحترموه بكل صدق معناها فهمني طرفة صارت مش طرفة هي ما أنا قلبة كبير ياسر وواقع بكل صدق ما أنا أني صغير نتذكر فيه وقت بسام كازوز عندنا مشكلة في التدريب وقت مش عارف وقت تعركنا على البريمات حاجة كمان هيك وكان هو بسام الكابيتان بتاعنا جي معانا وقف معانا وما ترينناش السيونساكي مروحين عنده بنوات تلموه هو ما أنا ياخذ البنوات ما أنا باش ناكلوا بيهم في الرسطورون فهمني ما يكلش هو ما فيش فهمني يعطي فيهم للناس اللي لله فهمني يمشي ياكلوا بيهم هو فهمه عادي يجي عنده يجي 11 بونو في جيبه فما وحنا من محذاه قالوا له تركي فيش هو عندي البنوات هذا برو سيدي تغدى برو تعشى في الرسطورون وكذا وتو غدوه نشوف شنو هي الحكايه ونفضها فهمني الله يرحم والدي على كل حال وربي نعمه فهمني نشوف التليفون معنا الو الو عسامه مرحبا بخويا العزيز وبيك يا عائشة شكون معنا أخوي غير عزيز وليد بن خضر أهلا وليد بن خضر أهلا أخوي معك لسعد ومعك أنس ومعك أخونا نجيب بن حامد مرحبا أخونا وليد ومرحبا بيك أخويا ديما مشرفنا في تدخلاتك جندي خفاء الله يبارك فيكم وشرفتونا كلكم ونحب نشكر إذاعة تيلي سفام
على الاستضافة هذه وتطرقها للموضوع هذا، وهذا مش جديد معناها على إذاعتنا إذاعة إليسا فام اللي هي من الإذاعات الأوائل اللي تواكب أخبار وأحداث الجهة. نحب نترحم على أخويا وعزيزي أخويا عبد السلام، ربي يرحمه وربي يتقبله برحمة الواسعة وربي يسكنه فراديس جنانه، أمين. وإن شاء الله ربي يصلح للذرية وبإذن الله ما خافوش عليهم، لأن خلى رجالة وسيرته وسمعته معناها ظهر لي ذخر وكنز معناها الأنس والمالك وللعائلة كاملة. هذيك هو رأس المال، ممكن كما ناس تخلي الوتيان وتخلي الأموال وتخلي الأرزاق، لكن عبد السلام الله يرحمه خلالهم ثروة كبيرة ياسر وغنية ياسر ما تتقاسش بحتى أي أدنى معناها مال ولا جاه ولا سلطان. والحمد لله معناها أخونا عبد السلام لا خوف لا طميعة، معناها الناس حباته وجمع الناس وهو في حياته وجمع الناس وهو معناها بعد وفاته معناها، ومعناها الحمد لله في الأخير هذيك هي سنة الحياة معناها. الحمد لله. أخويا وليد أنت من أسعد كل ما نحكي معه وليد، وتقريبا هو اللي زاد أعطاني أكثر قرب للصورة، أنا حق ما خلصش عليه معناها دو في. وليد يعشق ياسر المرحوم وليد. وليد بخبر أي حاجة أي تاريخ ولا أي معلومة ولا حاجة موسوعة كروية، فنرجع للوليد بخبر فهمني. من المناسبة هذه نحيوه أخونا وليد، كان من محبين الكبار ياسر والعشاق تاج الريس وعشاق ساق عبد السلام كازوز عمني، وعني من اللي حتى أكبر من أخونا وليد، متبقى نثبت على أخونا وليد هو صغير منا شجع في الترجريسي ويحب المرحوم صحيح يحب، وهكذا والدليل على ذلك ها وشوف حتى الكلام متاعه معبر ياسر، واني والله كي يتكلم تو لحمي منا نفس الكلام اللي يقوله قبل 4-5 سنين تاني على نفس الإحساس أخونا وليد. وليد بن خضر من كثر محبة ترجريسي لل بيتي ساعات نقول لك تفسد أنت بديت تفسد هني والله الحرس الحرس. شوف إبراهيم خويا الغالي حتى قصيت عليكم الحديث بالعسل إن شاء الله عايش. بالنسبة للعبد السلام أنا كنت نقول له أمنيتي نشد بريزيدون متاع جمعية والردك تلعب ليل ساعات يقول لي أودي إنسان معناه نقول له والله لو كان نشد بريزيدون متاع جمعية شرطي على المدرب الأول وإن يا أخوي ألعب بعشرة وعبد السلام اعتبره ناقص، هذا عبارة تلعب ما عندكش مشكل تخسر ما تخسرش، اللي هم نحب نشوفه يلعب في التشكيلة معناها فهمت، وحتى للأخر معناها سنين الأخر هذه ويقول لي معناها نعرفك تحكي بجدياتك معناها يقول لي أودي، وخاصة كي نبدأ نشوفه معناها يبدأ يمشي قدامي ولا حاجة نقول له معناها الساقة ذيك اللي تقلب تزيد توا معناها التراوتية معناها بعدني متى معناها. بالنسبة للعب السلام هو كان أسعد معناها عاش معاه كلاعب، وعب السلام عنده ميزة لاعبية كي يطلعوا صغار ويلقوا عب السلام كازوز بحذاهم معناها ينسوا احنا قبل واحنا صغار كنت ما هناش تشكيلة تهبط طوى في الصحافة بكري وكذا، كنت نمشي تحت السور منقوب يعرف الأسعد متاع الورا بالسيارات وين يعملوا الشاف مو خطر ما يبان الناش الشاف مو، وكنت نبدأ ننعس كي نشوف المعلم في التشكيلة ونقولهم الأمور هانية ساعات ما يخرج آخر واحد نبدأ الجمهور نرقبه ننعسه المعلم في اللعبة ولا لا يبدو يشوفه بالحق يشوفه من فوق يا سكن سكون التشكيلة يشوفه يخرج منير راشد يعمل لك الذبة كي متعت ضربات تكة ويجري وعلي ولسعد واد ولسعد معناها من الملاعبية اللي عاشر وعبد السلام وأنا عاشر 3 أجيال ولا 4 لسعد معناها مش خطر طوف البلاتو لا لا صحيح معناها صغير معناها وعاشر معناها حتى أن ساعات الناس كي تشوف التصور يقولوا يا أخي لسعد قداش عمره معناها وأنا تصور عبد السلام فانت كارير متاعه 37 سنة
كمل ميار بيتير الساق اللي صار هي هيك لعودة ترددنا للناسيونال. صحيح على ذكر كما قال أخونا وليد أني كي كذا محذاي عبد السلام أنا كي كور يقول لي ما تقبلش أني نمرك المفيد ما نقبلوش فهمني طور الربح يجي معناها أو معناها كان عبد السلام يقول لي يبدا محمد علي في الكاج واني قدام معناها ما نتلفتش حتى التالي عارف الرولانس باش تصير تجيب تبيعاتها كيفاش قلت لي؟ قلت لك تجيب تبيعاتها الكرة توصل بتبيعاتها يا ودي معناها شوف انا نتذكر بارتي سي اس اس هذيك اللي خسرناها ربحناها ديزا ان في الكوب وفوز كريدان بالمناسبة اخويا وصديقي نحييه معناها ضد الريح الكرة عملت دارت ودخلت وتماركت له والسي اس اس معناها في تنبكها واحنا في اللونير وقتها وربحنا السي اس اس ديزا وليلتها اخويا عبد السلام ما باتش في الوتيلة صار سو تفاهم مع رئيس النادي الله يرحمهم ان شاء الله كلهم وربي يتقبلهم برحمته ومش اروح ارقد في داره وجي من غدوه ولعب الماتش وربحناه ديزا معناها وكل الله يرحمه كيف كيف خويا البشير بنوارة لسعد يتذكر التنيات اللي لعبنا بهم نهارتها جبنا تنيات جد وقتها هو من فرنسا ولسعد مازال صغير في البارتي هاكي ولعب انا ماتش معناها كبير لا ما شاء الله عليه وليد راه تاريخ عنده تاريخ وواحد ما شاء الله معناها عبد السلام فرحنا وفرهدنا وبهالمناسبه نترحم على كل من خدم الترجي الرياضي الزرزيسي سواء كان حافظ اثاث سواء كان محب سواء كان مسير سواء كان اطار فني اطار اداري سائق حافله مسؤول في الريستوران في الاداره في الناس كل ترجي زرزيس انا كنت تاثرت كثير ياسر نهار الوفاه نتاع خويا عبد السلام لان صدمه جتني خسرت وفارقت ثلاثه رموز معناها يوم اثنين السبت معناها ياتيني خبر وفاه المرحوم علي بن راشد بالمناسبه نترحم عليه وربي يتقبله برحمته الواسعه اللي هو كان سرح وكان مسير معناها هو الأب هو الأخ معناها وكان ركيزة معناها في الفريق معناها يوم الثلاث علي العموري اللي هو كان يقول لي ما نقدش نمشي نشوف عبد السلام كازوز يقول لي ما نحبش نشوف عبده في الحالة هاكي ويوم السبت معناها يزيد يأتي مصيبة أخرى لكن هاكي هي سنة الحياة معناها وفاة معناها عبد السلام كازوز معناها كان معناها أسبوع معناها يعتبر معناها من أسوأ الأسابيع اللي عشتها معناها في حياتي ممكن لكن هي سنة الحياة ولكن معناها كان ثم حاجة خلتنا نحبه أنا ديما نقول كلمة الله يرحم اللي خلونا نحبها معناها الناس هذا هم اللي رسخوا فينا تقاليد هم اللي خلونا نغيروا على الترجي الزرزيسي هم اللي خلوا إشعاع الترجي الزرزيسي وين تسافر وين تمشي إلا وتلقى اسم عبد السلام كازوز معناها له جماهير في ليبيا تصور ناس جت من ليبيا خصيصا معناه ومن كل ما كان معناه لا خوف لا طميعة حتى في حياته في المرحلة الأخرى كانوا معناه جو وعملوا تكريم وواحد بالمناسبة نحيوهم شوف معناها يعجز اللسان سنين ولحظات وما باش تألف وباش تتكلم على عبد السلام كازوز أراه معناها مش بالسهل أنا نقول لهم مع كل احتراماتي للاعبين الكل بعد عبد السلام كازوز والله كان يبطلوا الناس الكل كان يطردوا الفريق كامل كان يغيب الفريق كامل ما يقلقنيش لأنهم نعتبرهم مع كل احترامي لهم وكلهم سواسي الوحيد اللي كان أراي كانت المخالفة تعتبر ضربة جزاء الركنية تعتبر ضربة جزاء هؤلاء يتذكر لسعد معناها ماتش المهدية في المهدية معناها الكفران دوب ما دخلت وجديتوش جري يتذكر بارتي الشيمينو في الشيمينو وكان لسعد نهارتها مورد الدعم الله يسامحه قال برا عاود نحي السكليزم وعملنا واحد واحد وخونا خالد محفوظ بالمناسبة نترحم عليه كان رجل قلوق وحارس من نعمة الناس رباية واخلاق شوف اخونا وليد هذا اخونا وليد بالحق موسوعة وحبيت نتفاعل معه وليد هاو معك لسعد وليد معك لسعد هاو معك لسعد وين اخويا السلام اخونا وليد الله يرحم والديك الله
فهمني. قلت له اخونا وليد احنا عندنا عبسام كازوز في الكوره معناها مثال واحد كل شيء في التوب معناها عندنا وليد بخضر محب معناها ما نصورش كان باش يجي محب كيف الذاكره الرياضيه لفرج الشرجي الذاكره اوكي اما تنجم تكون مثلا يجي واحد بعد وليد في الذاكره اقوى منه اما باش يجي واحد اقوى من وليد باش يحب الطاج الجرزيسي في حب الطاج الجرزيسي ما نتصور صعيب ياسر كل سنه انا نعتز بها وخويا ابراهيم اول ما عرفته لسعد على فكره ايوه كان جيت في بارازار في اللوكال نتاع النادي شوف. ويشوف التصاور واحد يا اخي قلت له بديت نسمي له فتفاجأ قال لي معناها هذه فرصه هذا رقم الهاتف نتاعك وبعدها بدي كل مره يكلمني معناها باش يحب معناها مداخله ولا حاجه فهمت احنا حبينا الجمعيه بصدق وحبيناها قلبا وقالبا وعشنا معناها احنا ارشيف طرز الزرزيسي نحملوه عن ظهر قلب معناها مش معناها كتيبه ولا لكن واقع 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 عشتو واقع وعشناها كانوا ملاعبية أنا كمثال علاش نسعد من الحاجات اللي نحبها فيه الطو كيغير على النادي جريبة. أنا نتذكر وقت اللي شدنا للشبان أنا وياه بما فيهم طه ياسين خنيسي أنتر بارونتين هذاك الفورماسيون تاع نسعد الصغير اللي ممكن معناه ممكن ثمناس معناه ما تذكرش التاريخ وواحد ويعرف نسعد كيفاش كان البوست متاع عشنية وللأمانة الكاتيجوري هذيك كلهم جو من قدام ليميتي إلا ماهر الشيباني جي كوارجي من دارهم الحمد لله خدمنا طاج الرئيسي أخدمناه نتذكر خويا ما شاء الله وخونا لسعد كان مرة نتذكر وقتها الكادي خسرت ضد القروان في القروان وخارجين يعملوا فجال ويضحكوا وهي ماشي الكاتيجوري متاعتها ودخل فيهم دخلة غير عادية قال لهم في الطرج الرئيسي خاطرين وتضحكوا وتلعبوا ما فعلا صحيح معناها كانت نغيروا عجمية لطوال لطوال بامين بن عمر بالنقاس حمدي كلهم هذوك عملنا معهم 0-0 في الشامبيونا في سوسة وفي السيبر بليوف ربحناهم في صفاقس انا زيرو وهم اللي هزوا الشامبيونا انا سيبر بليوف عايش انا خويا وليد درجه زرديس تاريخ يعيشك خويا وليد يعيشك خويا وليد نحن سعداء سعداء بهالمكالمة هذه اللي رجعتنا في الحقيقة واقع الترجي الرياضي الجزيسي وعطتنا حجم عبد السلام كازوز والترجي الرياضي الجزيسي والترجي الزرزيسي راهي فيها برشا رجال برشا ملاعبية ما تذكروش كما نور الدين الدويهش كما مثال اخونا الحبيب بوشنابة كيما المنجي بلغول الفيو كيما برشا تم اللي توفى ومعناه تم اللي مازال على قيد الحياه خويا وليد احنا خويا وليد كيما حكينا اليوم خارج خويا وليد كيما حكينا اليوم خارج لونتين بكري شويه ان شاء الله باش تكون لنا سهره خاصه نسترجعوا فيها ذكريات الترجي الرياضي الجرجيسي اكيد في حصه خاصه من حديث النجوم احنا سعداء بالمكالمه هذه ونعرفوا راهو الحديث ما يوفاش ونعرفوا ما نجموش نوفوا حقه لكن على الاقل على الاقل هذه اللحظات هذه اكيد باش ترسخ في الذاكره نتاع خاصه الشبان اللي ما عاشروش المرحوم شكرا لك خويا وليد ويعطيك الصحه وسلم لنا على جميع الكل مشكورين وان شاء الله ديما معنا متميزين وان شاء الله يعيشك. ديما فرحانين وهي سنه الحياه عايشك خويا وليد نقول خويا نس معناها راهو مسؤوليه كبيره ياسر خليها لكم محبه الناس واحد واغلق علاش معناها هاك تشوف معناها العاده الناس كي يموت واحد تنساه لكن اليوم يلزم تحافظ على المكسب هذايا والحمد لله سنة الحياة وتلحقوا له الرحمة إن شاء الله وإن شاء الله موفقين وإن شاء الله حظ سعيد للرياضيين وكل وإن شاء الله سنة مباركة معناها على كل الرياضيين وهذيك هي الحياة فيها الأحزان وفيها الأفراح وفيها المسرات وان شاء الله إليس ديما تكون متفوقه وتكون معنا تتطرق للمواضيع بكم انتم يا اخويا عايشك بكم انتم يا اخويا وليد بارك الله فيكم انا كان ممكن اخذناكم لا بالعكس بالعكس احنا مثابين نبقوا الاكثر ما يمكن شكرا لك اخويا وليد تحيه لك وتحيه كل من يسمع فينا الان على موجه لسا فامسي وداخل الجزيره ولا حتى خارجها ولا على موقعنا على الانترنت www.ulis-fm.net اكيد برشا برشا معناها ازداد وصلتنا من ناحيه المتابعه للحصه هذه تقريبا نجم نقولوا قربت باش نوصل تقريبا 900,000 مشاهد وهذا يدل على شيء يدل على مكانه المرحوم في قلوب كل الرياضيين انس كملوا نحكيوا شوية على الخاصيات هو سافر برشا مرحوم أيه. أحسن الذكريات اللي رجع لكم بها من الخارج أنهم
اخر مره مشى فيها لفرنسا قبل الاخرانيه معناها في راس العام اللي فات اللي في شهر نوفمبر وقت لي وقتها هو في 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 مرته معناها وخرج لفرنسا وكان صار تكريم معناها غادي الجاليه اللي بالخارج معناها اللي نشكروهم قاموا معنا بتكريم ووقتها احسن احسن فواياج نتصور معناها واحسن هدايا اللي جابها لك ولا يجيبها للعائله بصفه عامه شنو بالنسبه لي يعني كنت دلول راني دلول بابايا راني كنت تسمعك مالك تبي تغشش لا لا معروفه كنت دلول برشا انا وبابا كانت معنا بالرسمي ما كناش معنا بتاع اب وولده ما كنا اصحاب اصحاب على الاخر يمكن معنا معنا اخويا نزيف يعرف معنا الشيء هذا يمكن ما يحكيوليش الشيء هذا ما يعرفوه كنت ديما ريتك يمشي مثلا الفواياج ولا حاجه نحضر له كراسه نقول اجيبهم وبالضروره براسي يجي يحاول معنا بالمناسبه لحكايه الواحد انا بالنسبه يجيب تقريب له برشا يعلمك يجي خارج باش يسافر يعلمك يعلمني في تونس نخرج مع بعضنا هي. كنا نخرج على الاميكال نتاع سي ان اس اس هو معناها زميلي في الكوره ومام تون في العمل معناها فراتيك ومرتي كنام وهو بعتلي ولا كنام معناها علاقتهم طيبه بكل كنا نخرج في تونس نخرج مع بعضنا نمشي الحمامات ولا سوسة ولا واحد نخرج مع بعضنا أيوة. فهمتني بون البرة ما وتاش خرجنا مع بعضنا كنا كل مرة نبرمج وما يسهلش ربي فهمت لكن وين يخرج وين يخرج عبد السلام أيوة. بالنسبة لصغاري معناه الإنسان ما فماش واحد ما يجيبلوش كادو شفت والله حكى لي والله حكى لي صدقني المره لا حكى لي نجيب قال لي حتى يظل مريض لسه عاد المره الاخرى اللي مشى في رمضان معناها اللي مريض بالقدام مشى وحده بعد المشيه الاولى ما نتصور يسل في المدام تحبوش حاجه وفيكتيف مون جاب لهم ديكادو قبل العيد العيد الصغير فهمتي معناها انسان انا علاقتي به طيب معناها اكثر من نجيب بحكم القرب ليك كما تحكي كيفاش علمك بالمرض نتاعو كيفاش سمعت بيه هو انا اول واحد سمعت بالمرض نتاعو انا وزوجتي اكيد هذا عبد السلام جاء الجربه على اساس عنده حجره في المجرى في الكلاوي فهمتني في الكلينيك نتاع هنا الشفاء فهمت ايوه سيتي نوفمبر اكتوبر 2017 فهمتني كي جاء الطبيب وعملوا الصوره لقاو الكبده ما معناها فما عنده حجر في الكلوى وكل شيء اما عنده يقولوا الكبده ما ديتاش اللي رام ديتاش في الكبده فهمت انا من اليوم الاول سمعت اكيد فهمتني مونيا جبدت المراه نتاعي في حاله وتبكي فهمتني واحنا داخلين للمصحه فهمت حتى انا معناها المراه تبكي علاش معناها فهمتني قالت الواحد من وقتها سمعت من اول وهله فهمتني سمع قبلي معناها ديجا سمع عندي علاقه انا يجي الجربه يداوي في الجرزيس ما في بالهمش الاولاد ما في بالو حد كان بعد مده كبيره بدا يعمل في الشيميو فهمتني ما انا ما فماش المره ويجي يعمل الشيميو نتاعو كله عملوه في جربه لو المره في تونس وبعدها ويجيب بحدايا للدار معناها كيفاش رد فعله نجيب والله نشوف الانسان انا ما ريتش انسان ساعه محبه الناس اللي ريتها لعبد السلام عمري ما ريت واحد يحبوا الناس بالشكل هيك معنا واحد وعنده مورال ما شاء الله عليه عمري ما ريت عبد السلام معنا ضعف لسعد راهو معنا انسان معنا عنده ايمان بربي قوي ياسر صح عليه فهمتني صح عليه معنا وعنده كان معناها ديما يحب يعالج عنده امل معناها باش عمل في الحياه كبير ياسر حتى انتم ما شفتوش المرحله معناها الاخرى معناها ديما يضحك انسان انا عمري ما ريت معناها انسان معناها مريض بالمرض هذاك ويعرف روحه واحد وانسان معناها نمشي نطل عليه كل جمعه نمشي لجرزيس انا ملي مرض المرضى معناها بداله المرضى كل جمعه نمشي لجرزيس كل نهار سبت نمشي لجرزيس فهمتني معنا نجيب مكالمه اخرى ناخذوها الو الو السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك شنو احوالكم يا ودي بارك الله فيكم يا اخوي على البرنامج هذا شكون معنا قريب شكون اللي معنا بغينا نقدم الناس القانون محمد وشارك مرحبا بك سي محمد الزميل بيعرف صوتي يعني هذاك هو اللي خليه هو معك نجيب معك مرحبا بك محمد
هلا بخويا نجيب، شحالك عايش خويا؟ ان شاء الله نتقابلوا في حصص معناها تكون فيها افراح وواحد الله يرحمه خونا عبد السلام معناها فقدناه، وان شاء الله ربي يرحمه، فهمتني؟ امين يا ربي، امين يا ربي. الخير واحنا يلمنا الحزن ويلمنا الفرح، وان شاء الله ديما معناها. نجيب محمد باش نقعدوا معنا باش نمشوا مع هذا الفاصل لحظه فقط ثم نتواصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ياسين ترافل تفتح على بركة الله أبواب تسجيل الموسم العمرة 2019-2020. امتيازات كبيرة لحرفائها، سكن في أفضل الفنادق قرب الحرمين ونقل مريح في السعودية، طائرة خاصة على ذمة الوكالة، رحلات متعددة من جربة وكل مطارات تونس، رعاية خاصة للمعتمرين مع مرافقين ذوي خبرة وكفاءة عالية. للتسجيل للعمرة تتصلوا بمقر الوكالة في حومة السوق رومبوا الشراع، ولا على الباش فيسبوك ياسين ترافل. في جربة كلمونا على 50-55-38-54، في جرجيس 58-83-83-13، وفي تونس 29-83-03-01. مع العلم أنه عملية تسجيل العمرة بالأولوية. ياسين ترافل تتمنى لكم عمرة مقبولة وذنب مغفور. أرجعنا لكم بعد الموجز، مرحبا بكم نسيكم على موجز سفام. نتبعوا في حصة نجم سهر الليلة النجم المرحوم عبد السلام كازوز. أخوي محمد مشارك، مرحبا بك من جديد معك نجيب، تفضل تفعل مع بعضكم. يلا مرحبا بك محمد. أهلا نجيب خويا، عايش خويا الغالي، عايشك مرحبا. الحمد لله، عايشك عايشك. أنت صديق المرحوم وأكثر واحد قريب ليه في الشغل، والواحد وكل الله يرحمه ويسامحه إن شاء الله. كان خلى بلاصه كبيره في البلاد، وكان والله ينعموا جنه هكيه. الحمد لله، حكم ربي واحد ما عنده حتى جهد، ان شاء الله الله ينعموا جنه ان شاء الله يا رب. امين يا رب. سلام خونا محمد. معك نسعد خونا. اهلا، شري حالك خويا نسعد؟ لاباس خويا محمد. والله حبيت نشكرك انت والاخوين، خونا لطفي العريض وخونا اسكندر سريب وخونا صياح بن خليفه والنبيل الابيض، وانت فهمني على 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 المبادره هذه اللي عملتها، فهمني على التنظيم المحكم، فهمني. تمنيتك لو كنت معنا في المقابله التوديعيه، ما يلا غالب عندك ظروف كواجب. واجب خويا نسعد اللي كنا لبعضنا احنا. لا لا، كل صدق كل صدق، حبيت نشكركم بالحق من قلبي، فهمني، خاطر مش بالسهل. والله يرحم والديكم، ونعرف شنو قرابتك انت وشنو صاحبتك انت للمرحوم، فهمني. هذا ما غير ما شك فيه، خاطر وشفته وعلى عين المكان كيفاش من الاخر لحظه معناها الحاج محمد مشارك معناها يقرا لي في القران ومحذا بجنبه، فهمني. وكنت اني تاثرت معناها ما قدرتش نقعد، ومحمد مشارك معناها محذاه، وهو سمى لي الله يرحمه ويسامحه وان شاء الله ربي ينعمه. تبقى كلمه شكر في حقنا، في حق هنا محمد مشارك، بصراحه يستاهل كل خير، فهمني. حتى هو محمد مشارك بصراحه راهو من الناس اللي زاد بعد عبد السلام كازوز في جرديس، راهو يحبوه الناس بكل صدق معناها، فهمني. هذا اللي حبيبي، المجاهد، اللاعب المجاهد، وتلمذنا عليه وعرفنا برشا حاجات، فهمنا لا، وخذينا الصنعه على محمد مشارك كلاعب بني في طاج جرديسي ولا كمدافع، فهمني. بكل صدق معناها نقولها، هو اللي شجعنا. ولا يرحم والدين اللاعبين الكل اللي في طاج جرديسي، اللي لعبوا في طاج جرديسي واللي ما لعبوش، فهمني. وخويا ان شاء الله خويا ديما تكون منور خونا محمد. عايشك، مشكور يا لسعد، بارك الله فيك من حسن اخلاقك يا لسعد، راك حبيت ما شاء الله. الحمد لله، معناها من اللاعبيه الكبار اللي عاشت في الترجي الجرديسي ودفعت على مريول الترجي الجرديسي، وان شاء الله ربي يبارك لك، وان شاء الله ربي يوفقك في مهنتك نتاع التمرين ان شاء الله بالتوفيق. القد حاج هاو معنا انس، اعطيه كلمه، تراه يمكن ما جاتش فرصه باش تقولها له، هو معك على الهواء. سلم عليك انس، هكا زي ولدي سالم توا، معناها بالضبط. ان شاء الله نتمنوا له معناها كان الخير، وان شاء الله ربي يوفقه يا ربي معناها، ويونس امه معناها بتم معنى الكلمه، ويكون في بلاصه الوالد نتاعها ان شاء الله. ويحافظ على سمعه الوالد معناها اللي خلاها له معناها من
سمعة طيبة، وهذا ما نشكش فيه. معناها يعني غريت عبد السلام نعرفهم بالباهي متربيين، وإن شاء الله ربي معاهم ويعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله. عايشك عم محمد، الله يفضلك. يمكن عم محمد من أكثر العباد اللي كما نقولوا معنا ربانا، خاطر قبل ديما كي كنا صغار نمشوا للسنة أساس نلقوا ديما عم محمد ونمشوا ونجوا أنا وسالم يمكن والأولاد الكل أصحاب معنا مع بعضنا، كل شيء تربينا بعضنا كبرنا بعضنا. يا يرحم والديه معنا وقف معنا وقام أكثر من واجب وشو معنا شوية كبش نقوله شكرا ويرحم والديه وكذا كلها شوية إن شاء الله يمكن نرجع لكم حتى شوية محمد، والله يفضلكم إن شاء الله. عايشك عايشك يا نس، ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله. عايشك عايشك اخويا اسم محمد، احنا سعداء اخويا باستقبالك على مجلس فهم، وان شاء الله تكون معنا كما قال اخوانا الاسعد كذلك تكون معنا حصه خاصه بالترجي الجزيزي نرجع فيها كما قال وليد اللي موفور واللي خلت الناس تحب الترجي الجزيزي وتشاع الترجي الجزيزي مش في الجنوب فقط وانما في كامل تراب الجمهوريه وكذلك حتى على المستوى القاري. شكرا لك اخويا محمد، احنا سعداء باستقبالك، والتحيه لكل من يسمع فينا بحذاك غادي في جرجيس للعائلة اللي يسمعوا فينا. بارك الله فيكم، مشكورين خويا، عايشكم سلام للجميع. عايش حضرتك زينة، عايش الله يخليك. نجيب ونسعد، خلينا نرجعوا فترة هاك آخر مرة جمعك بالمرحوم، كيفاش كانت اللحظات الأخيرة وقتها قابلتوا فيه؟ والله أنا قبل الجمعة من الوفاة أنا نجي كل جمعة، أما جمعة قبل مشيت لتونس عوتتني مناسبة كلمتنا زوجته، كلمتنا نهار سبت فهمتني، قال معناها كلمت زوجتي قلت لها راهو عبد السلام تعب شويه معناها فهمت، صدقني حتى كنت باش نقعد 3-4 أيام معنا عندي البنيه تقرا في تونس، والله الإجازة ما كملتهاش، روحت طول تعديت طول من تونس تعديت لسعة تعديت طول ديريكت مول جيرزيس وقت البريود اللي حتى الزياره من الناس ما عادش تدخلوا البريود الجمعه قبل ما يتوفى بس تذكر اللي بدا يتعفى عبد السلام بدا يتعفى فيها، دخلت عليه كلمه قالها لي معناها التو هيك الكلمتين معناها صدقني ما نسيتهم سيبرين، قال لي نجيب سامحني راني مازال لي ايامات معدوده هيك بالحرف الواحد، معناها صدقني من ما نجمتش خرجت لبرا نبكي صدقني هيك اخر مره كلمني معناها فيها جمعه قبل الوفاه، والسبت اللي بعده أنا حضرت على هو يحتضر من منتصف النهار حتى للسبعة متاع العشية وأنا بجنبه أنا وصغاري وزوجي، أنا صغاري متعلقين بيه بشكل كبير صدقني، صغاري متعلقين بيه بشكل رهيب، عندي أنا بنتي الكبيرة تعمل تو ديزيماني سبريير في يقول لها بنتي أو يعرف أنس يقول أنا ما عنديش بنات أنت بنتي صار فهمتني، صدقني أنا عندي المرحوم زاد الوليد أنس يعرف فارس معناها كان يبات بالخمسة يقعد بالجمعة في زرزيس بحتى الأولاد أخواتنا ما قلت لك عائلة واحدة، أنا عائلة واحدة ولا أخواتنا أنا علاقتي به طيبة تعاشروا مع مدام، أما أنا العكس متاع أنا أخونا عبد السلام الله يرحمه أخر كانت معناها ذكرى باهية بصراحة، في كنت خذيت أنا برشا تصور وقت كرموه هو في شبان طارق الجزيسي شين شبان هي الأكاديمية بتاع طارق الجزيسي كرمت عبد السلام كازوز، وثم تم تكريم اللاعبين صغار فهمنا لا يعطفين في جوائز، وكان هو الحاضر معناها العنوان الأبرز نقوله هنا أيوة فهمني، كانوا زادا كرمت معاني وخذينا برشا تصور وكنا نفدكوا ونضحكوا وبعدها من غدوة مشيت للدار غادي المدام فرحت بيا وجابت لي عندها بلاص مش نورمال بصراحه معناها تصنع فيها مشوره عاد قال لها الله يرحم والدها وتحيه لاختنا منيا عنده مراه عاد يقول لها ديريكت يقول لها بالله يجيب الخونه الاسعد من هكا بلاص راه يحبها ياسر فهمني بكل صدق فهمني مراه مناضله بالنسبه لسي الاسعد ما كان ما يحملش يجي يكون متشجع فهمت يجي يحكي مع كلمتين ويخرج يبدا ينتظر ياسر يجي غادي قدام ندخل نشوف نظهر ديريكت معناها بكل صدق معناها ما نحملش او معنا مكالمة اخرى ناخذوها. الو اذا كان يسمع فينا الو وي على السلامة مرحبا بك اهلا بك سي ابراهيم شنو عايش يعيشك الله يخليك شكون اخويا معنا اخويا فكرنا في الاسم انا طارق العبدلي اهلا اخويا طارق اهلا مرحبا بك شنو احوالك لاباس الحمد لله عايشك او معك خونا الاسعد اخويا او معك خونا الاسعد خويا طارق شنو احوالك خويا طارق
يا سلاس ما خليتك غادي يا خويا طارق زون راه مش كان في الأربعين بتاع تاجيزي بتاع السلام يا خويا لا انا القانوني معنا ما كاينش راني مصباح بعد ذاك خويا مرحبا بك وبارك الله فيك وشرفتنا خويا بالمكالمة بتاعك عايش كاسي الأسد أنا حبيت نقول حضورنا احنا كلاعبين قدامى الخونة الله يرحمه شعب السلام جازوز هو واجب ساعة واحنا عملناه وثاني حاجة حبينا زيدا نشوفوا الناس اللي نحبوهم وعشنا معهم في جرجيس ومرينا منهم معناها كان الباهي ومنهم سي الأسعد ويعرف غاديك كيفاش معناها العلاقة ما بين ديما الملاعبية وجرجيسية ديما علاقة نتاع حب وديما خويا احنا نحبوا كل ما نلبس زي الطاجريس رانا نحبوه ومتعلقين به فنحترموه خويا نعرف هو ذي المثناه احنا وقت اللي لعبنا في جرجيس وانا حبيت نقول زاد وقت اللي صار معناها قبل وقت اللي تصير مشاكل معناها الكلمة على المرحوم وقت اللي صارت زادة مشاكل في جرجيس ما تعرف في كل جمعيات تصير الحكاية صحيح كان شعب سلام جازوز هو اللي يحضر هو اللي يعطي كلمة وموجود في الفيستير وهذاك هو معناها تقعد كان الكلمة الطيبة على الراجل الباهي هذاك اللي أعطاه جرجيس وأعطاه للجنوب وكنا نسمع به احنا نعرفه حتى نبداو نسأل ونقولوا معناها علاش تحبوه معناها للدرجة هذه اخلاق وخلق وكرة والحمد لله يا ربي اكريت العباد معناها جيتوا من تونس الكل وديما تحية ديما لنا في جرجيس غاديكا اللي ديما يعاملونا ديما بالباهي وبالكرم وصدقني حكيت مع الجماعة خاطر ما يعرفوا جرجيس حكيت معهم برشا على جرجيس مي بعد قالوا لي باللي حكيت ما كناش نتصوروا شيء اللي رينا هذاك قلت لهم معناها وراه ما عندكم ماريتو معناها ديجا شيء هذاك وراه ما عندكم ماريتو الله يبارك فيك ان شاء الله الله يبارك فيك وربي يعطيك الصحه الطيب ان شاء الله شكرا خويا شكرا خويا طارق يعطيك الصحه هذه كلمه تاع اعتراف من خونا طارق جميل جرجيس بصفه عام خونا طارق سامحني راهو بالحق معناها حتى هو ممتاز جدا اخلاقه وخلقه بصراحه الحمد لله شكرا لك خويا طارق عايشكم أكيد بشكرنا مداخلات سابقة تحية لكل اللي يسمع فينا بحذائك هذه كلمة اعتراف أخويا الأسعد وأنس للوالد الثروة اللي خليها لكم ما تتباعش ما تتقابسش حتى ثمنها هذه أنسة صحيح هذه مسؤولية كبيرة معنا محبة الناس إن شاء الله واحد يكون قد المسؤولية ويحافظ على الاسم معنا اسم عبد السلام واسم العائلة كازوز معنا ونوصل المسيرة إن شاء الله المسيرة أكيد باش تستمر إن شاء الله بالعزيمة نتاعكم وكما نقولوا يخلف ما مات الأسعد اللحظات الأخيرة أنت كنت في جرجيس وقتها في جرجيس كيف سمعت الأخبار وقتها؟ كنت حاضر حاضر ما كما قال لك هنا أنس ما أنا من الناس ما أنا ما قدش من قلبي بصراحة فهمني نشوف في خويا هكاك مسبول قدامي فهمني ريحة الضر نمشي ونرجع بصدق ما أنا فهمني ما وكي إرادة الله والحمد لله حب ربي على كل حال حبينا لا باش ننقل الوالد معناها العلاقة الكبيرة الحميمية اللي بين نجيب بن حامد وكذلك خويا الأسعد الصغير السادة المستمعين يذكر يقولون ما تذكرش الاسم بركة ذكرنا حتى باللقب باش نعرفوا الظروف هذاك علاش حبيت نقوله نجيب كيفاش نخلي كلمة تقولها هذايا راهو أنس هو والدي أنس أنا بالنسبة لي مالك وأنس ومنيا أكثر من أختي معناها تربينا تو انا عندي 35 سنه العائله هذه نعرف مريت منهم كان الخير معناها فهمتني بالنسبه لعبد السلام انا خلاني فراغ انا تو كان واحد مازال ماهوش مصدق صدقني هيك ساعات نهز التليفون طلبني انس انا بالتليفون بوك هيك ما ذاك اللي باش صدقني معناها والله قسما بالله هيك حسيت لحمي لين ترى كيفاش هكا بنقولوا عبد السلام معناها مازال كان واحد الله يرحمه ويسامحه هاكي مشيئة الله واحد ما حكم ربي ما نجمش يدخل فيه فهمتني أما بالنسبة لي خلالي بلاصة كبيرة للعائلة للواحد وإن شاء الله أنا بالنسبة لي الوليدات معناها يكونوا في المستوى معناها وإن شاء الله بقدر ربي احنا متهنين عليهم أنس ومالك فهمتني وإن شاء الله يواصلوا المسيرة ويحافظوا على السمعة متاع الوالد والله يرحمه ويسامحه هكا قبل ما نختموا الحصه احنا مازلنا تقريبا 5 دقائق باش نختموا الحصه نخلي لكم الكلمه تختموها كيما تحبوا انتوما انس خليك الكلمه
خمسة دقائق شوي. خمسة دقائق شوي. نختصروا. شو تقسموا بعد خمسة دقائق؟ أول حاجة نترحموا معنا السيد الوالد ونحب نشكر العباد الكل. من الفترة اللي توفى فيها معنا الوالد للحفل نتاع المباراة الأربعينية، العباد اللي جتنا من برا، العباد اللي كلمتنا، اللي واستنا معنا ما عدد مهول مهول جدا، معنا ما كنتش نتصور معنا اللي بالرسمي معنا توصل المحبة للدرجة هذه معنا. الحمد لله يا ربي. نحب نشكر الناس كل كما يقولك الناس بفضلها. نوعد معنا العباد والمقربين لنا وكلهم عبارة عائلة واحدة، كلنا عائلة واحدة، نوعدهم واحد إن شاء الله يكون في المستوى، إن شاء الله كما قلت لك نوصل المسيرة إن شاء الله. معنا شو نقولك، معنا إن شاء الله يكون كما قلت لك يكون واحد في المستوى يقوم بالواجب وكو. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بارك الله في الناس كل خير. حاجة حبيت باسمي وباسم أهالي جرديس وباسم أحباء جرديس كل نترحموا ونشكر إذاعة تليسا فام على المبادرة هذه والحلقة هذه بالذات. معناها كي تجبد عبد السلام كازوز ماهيش حاجة سهلة بصراحة، معناها في حجم عبد السلام كازوز صحيح، معناها ذكريات جميلة ولكن الواقع يؤلمنا. نترحموا وبحول الله المرحوم في جنة الخلد إن شاء الله. شكرا للجميع، ما جميع المسؤولين، جميع اللاعبين، جميع اللاعبين اللي زارونا وجونا وفرحونا، وكما قال لك أخونا طارق العبدلي معناها كانوا خسالوا حاجة أخرى يقولوا حاجة ما أحسن، فهمنا لا. وأنا حكيت مع علي زيتوني وكل جوالات الكل حبوا قالوا لنا الفرصة الجاية بحول نجو معناها من تقارن أنفسهم، فهمني حتى لو كان ما لعبناش نجو نحضروا. شكرا للجميع، شكرا لأهل جرزيس، شكرا لأهل الجنوب على محبتهم ومعزتهم لأخونا عبد السلام كازوز. ولهذا فهمنا لا أنا فرحان اليوم اللي زرت الإذاعة تليسا فام للمرة الثانية على التوالي، معناها لي في حفل تكريم بالنسبه لي، تكريم خونا بسام كازوز لي ما معناها عنده سمعه طيبه، وان شاء الله ربي يسامحني. كان غلطت مع عبد السلام كازوز نهار، فهمني على خاطر هو قدوتنا، هو اللي حبيناه، وهو اللي حبب جميع جرزيس في الكوره في جرزيس. بارك الله فيهم للجميع. شكرا لك الاخ كما نقول نعاودها نقول رب اخ لم تلد امك. الحمد لله الشقيق عايش. نشكر ساعة إذاعة تليسا فام على اللفتة اللي عملتها بالمناسبة متاع الأربعينية متاع عبد السلام الله يرحمه. بارك الله فيكم على الحصة هذه، والله يرحمه ويسامحه، فهمتني. ونشكر الناس كل اللي معناها ضامنت مع العائلة بتاعه، فهمتني، والله يرحمه ويسامحه. في الحقيقة باش نختم الحصة، أنا أول ما قابلت المرحوم صفيت 3 سنين التالي ولا 4 سنين تحلينا الإذاعة، وحبيت نعمل الحصة هذا البرنامج هذا نعمله، لكن نهار أحد أول مشيت له للبيرو للخدمة، شوف إيش قال لي نجيب. قال لي صعب بارك الله فيك، جيتني تفكرتني، شفت الاعتراف نتاع الإنسان. الكلمة هذيك عادي باش نقول وهي بسلامة بالحق، معرفتك الإنسان كي شرب لي عارقي. قال لي شوف انا هذه بارك الله فيك، انا ها واش تعرف كيفاه، هات نعطيك انا ارقام، شوف خلى روحه هو واعطاني ارقام نتاع ملاعبين اخرى، معناها يظهر لي هذه كلمه الختام. نحب نشكر معنا يوسف فهم على الاستضافه والمستمعين كل صحيح. عبد السلام كازوز توفى، مي أنس ومالك موجودين. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله تكونوا للوالدة تكونوا لها خير الدخل وخير أنس في هذه الحياة. شكرا لكم أنتم أعزائي المستمعين على المتابعة. تقريبا إن شاء الله نحن نقولوا ما استوفيناش حق، ولكن في الحقيقة لفيت أن ذكرناه فقط وذكروا السادة المستمعين، هذه هي اللي حشنا بها. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله نتقابلوا في حصة جاية مع نجم جديد. شكرا وإلى اللقاء. شكرا.